في مصورين دلوقتي مشهورين قوي واخدوا عندنا استوديو لايتنج اساسيات واخدوا عندنا فاشن اساسيات والنهارده بقوا بيصوروا الفوج. مؤسسة فوتوبيا مدرسة تصوير فوتوغرافي ومؤسسين كمان أسبوع القاهرة للصورة. بس نتكلم على فوتوبيا. احنا بدأنا من 10 سنين في 2012 في مكان صغير في جراج في كوربا زي باك يارد كده. فوتوبيا is a full-fledged destination للمصورين، يعني اللي عايز يتعلم حاجة هيتعلم، اللي عايز ستوديو ظريف هيستفيد منه، عايز مجرد سبورت يعني يدخل يسأل سؤال تكنيكال أو فني أو أي حاجة احنا هنساعده. دورنا مش بس تعليمي، دورنا كمان بريدجينج التالنتس، يعني بنوصل سينماتوجرافر كبير يجي يدي محاضرة مع واحد نفسه يقابله. في 2016 اتفاجئت انه ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي بيبعتوا لنا ايميل وبيقولوا لي انه عايزينك تبقي ريزيدنت جادج بيرمننت طالع في رياليتي شو عن مسابقة التصوير. هنا ادركت ان ذس از ا مايلستون، ان احنا اتشافنا ريجنالي. بعد كده في 2018 كايرو فوت ويك كان اول اديشن. كايرو فوت ويك 10 ايام اديوكيشن، 70% منه تعليم 30% منه معارض، وهدفنا كله ان الناس تتعلم وتعمل نتوركينج. بتجيبي كوميرشال فوتوغرافي ودوكيومنتري وصحافه، بتجيبي حد من نيويورك تايمز يقابل مصور صحفي ناشئ في مصر عايز يبعت صوره هناك فيقول له يبعت صوره ازاي. الناس بتقابل بعض، بتشتغل مع بعض، مودلز بتقابل فاشن فوتوغرافرز، ديزاينر بيقابل مصور. بعد كده الجونه فوتو ويك وجمعنا شباب من الصعيد لانه لقينا ان اقرب جغرافيا اقرب ناس مصورين بتوع الصعيد الشطار ييجوا يعرضوا في الجونه، فحصل كده كروس كده كلتشر رهيب. واخر السنه دي بقى احتفلنا بالعشر سنين بتوع فوتوبيا، فبدل ما نعمل حفله وكده فعملنا شهرين من فري ايفنتس وتوكس، وجبنا مروان حامد، احمد حافظ، ناس مثلا من فرنسا يعني، فكانت ظريفه. عرفت ويك 23 هيبقى في شهر فبراير ان شاء الله من 9 ل 18 فبراير. كايرو سين معانا، هيبقى في سينما راديو ومسرح راديو والفاكتوري سبيس واكسس، وهيبقوا 8 اماكن في داون تاون كايرو في 14 معرض. عندنا ناس جايه من بره، من امريكا، من هولندا، في ناس جايه من ايطاليا، فعندنا ميكس اوف انترناشونال نيمز، بس وي اولويز تيك برايد ان ذا لوكال سين. المصور الناشئ اللي قاعد في المحاضره بيحضر بالذات للسينماتوجرافرز وبصته وهو قاعد مبسوط قد ايه ان هو شايفه قدامه، وبعد التوك بيروح يقف معاه ويتصور معاه ويقوله ان انا عايز اجي اشتغل معاك. دي بالنسبه لي هي دي اللي مخليني بكمل.